وفي شأن متعلق بكورونا، أعلن صندوق المعونة الوطنية أن موعد انتهاء برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3 سيكون نهاية العام الحالي. وقال مدير عام الصندوق بالوكالة الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق دمور إن عدد المستفيدين من البرنامج في مرحلته الأولى بلغ 100,000 أسرة حصلوا من خلاله على دعم نقدي لعام واحد. مصير هذه الأسر التي شملها برنامج تكافل 3 وآليات التعامل معها بعد انتهائه محور نناقشه مع الدكتور برق دمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، ينضم إلينا من الكرك. دكتور أهلا وسهلا بك. إذن دكتور برق، بعد انتهاء هذا البرنامج فما هي الخطط المقبلة؟ لا أريد أن أقول أنها البديلة، ولكن ماذا لديكم من تبعات؟ شكرا مساء الخير استاسماء لك ولكافه الساده المشاهدين. حقيقه وكما اعلن صندوق المعونه الوطنيه منذ بدايه العام ومنذ اطلاق برنامج تكافل 3 بان هذا البرنامج لنهايه العام لغايه 31/12/2021. استفاد من هذا البرنامج 160 ألف أسرة بموازنة بلغت 150 مليون دينار، واستهدف هذا البرنامج كما تعلمون المتضررين، الأسر التي تضررت من أزمة كورونا ومن فترة الإغلاقات. حقيقة مستمر صندوق المعونة الوطنية خلال العام القادم إن شاء الله ببرامجه الاعتيادية، وهي برنامج المعونات المالية المتكررة وبرنامج الدعم التكميلي. برنامج الدعم التكميلي ضمن خطط صندوق المعونة الوطنية وخطط الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، سيقوم برنامج الدعم التكميلي بضم ما يقارب 50,000 أسرة إضافية إلى الأعداد الأصيلة التي تستفيد حاليا من برنامج الدعم التكميلي والتي يبلغ عددها 85,000 أسرة. نعم. دكتور برق، مقابل كل ذلك هل كانت هناك دراسة تقييمية لهؤلاء الأسر الذين استفادوا لضمان استقرارية وضعهم بعد انتهاء البرنامج؟ نعم، حقيقة يوجد لدينا آليات للتحقق، آليات إلكترونية وأيضا آلية الزيارات الميدانية. خلال هذا العام حقيقة وأثناء فترة استفادة الأسر تم التحقق عدة مرات من مدى استحقاق الأسر، ووجدنا حقيقة بأنه الكثير من العائلات منها من رجع إلى عمله، من أرباب الأسر عفوا، منهم من عاد إلى عمله، منهم من أصبح له رقم في الضمان الاجتماعي. عملية التحقق هي باستمرار موجودة، ولكن هلا اذا بقي عدد من الاسر متضرر لا يوجد دخل، بامكانه التسجيل على برنامج الدعم التكميلي الذي سيطلقه صندوق المعونه الوطنيه. نعم. في 1/12 من العام الحالي، ويستمر التسجيل لنهايه العام. ستجري عمليه التحقق في بدايه العام سواء الزيارات الميدانيه او التحقق الالكتروني، ومن ثم تخصيص المساعدات للاسر المستحقه حسب برنامج الدعم التكميلي. برنامج الدعم التكميلي للعام القادم مخصص له 140 مليون دينار بزيادة 40 مليون دينار عن العام الحالي. شكرا جزيلا لك الدكتور برق دمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، كنت معنا من الكرك. توسيع قاعدة الأسر المشمولة في صندوق المعونة الوطنية محور نناقشه مع الوزير أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية. معاليك أهلا وسهلا بك. بداية نتحدث، ما هي الخطط الموضوعة لتوسيع قاعدة الأسر الفقيرة؟ ما هي الخطط المستقبلية لدعم هذه الأسر؟ مساء الخير أخت غادة. كما تم الإعلان من قبل القائمين في صندوق المعونة الوطنية، برنامج تكافل 3 ينتهي مع نهاية العام الحالي في 31/12. عدد العائلات اللي استفادت من هذا البرنامج ولا تزال تستفيد هو 160 ألف أسرة بمبلغ مالي 150 مليون دينار، وهذا ما كان قد صرحت فيه وزارة التنمية وأيضا دولة الرئيس لما أطلق البرنامج في بداية العام. نعم. اليوم نتحدث عن انتهاء هذا البرنامج مع نهاية العام. احنا بنعرف أنه هناك بعض العائلات مصدر دخلها انقطع ولا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه سابقا، وبالتالي تم التوافق والتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مبلغ مالي لصندوق المعونة الوطنية
لنقل عدد من هذه الأسر من هذا البرنامج الذي ينتهي مع نهاية العام إلى برامج جديدة تبدأ مع بداية العام القادم. لن يكون بالعدد الكامل، لكن سننظر إلى الأشد حاجة والأشد فقرا بهذه من هذه الفئات التي تضررت. سنبدأ إن شاء الله باستقبال الطلبات مع بداية الشهر القادم حتى نكون على استعداد عند إقرار الموازنة. هل نتحدث هنا عن برامج مختلفة جديدة أم أنها مشمولة ومدموجة مع ذات البرامج الأساسية الموجودة ضمن صندوق المعونة؟ اليوم أختي غادة في عنا البرنامج الأساسي وهي المساعدات النقدية، وأنا بعتقد أنه هاي ضرورية خاصة للفئات المتضررة اللي تستفيد منها العائلات العفيفة الأردنية، سواء خاصة إذا كانت ربة الأسرة سيدة أو أرملة أو أيتام أو من ذوي الإعاقة اللي لا يستطيعوا أن يعملوا. فهناك هذا البرنامج سيتم توسعته، لكن لغاية الآن لم يتم تحديد مدى التوسعة. أيضا سيكون هناك برامج أخرى سيتم إطلاقها بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، بحيث يكون هناك فرصة للعمل مع تقديم مساعدة نقدية. وهناك برامج تعزيز الإنتاجية، وهي الفرص اللي ممكن أن يتم إعطاء بعض المساعدات النقدية حتى يقوم هذه العائلات بالتقدم إلى مشروع ودعمهم من قبل الوزارة، سواء كانت بوزارة التنمية الاجتماعية أو من خلال الصندوق ليتم تمويل هذه المشاريع من قبلنا. إذا نتحدث الآن عن برامج موجودة ولكن ستعملون على توسعتها بشكل يعظم الاستفادة منها لهذه الأسر، ذكرت معالي في بداية الحديث عن أن الآن هذه التوسعة ستشمل الأسر التي في أمس الحاجة أو ربما حاجتها قد تتجاوز حاجة عائلات أخرى، فما هي المعايير التي تبعتموها في تصنيف عوز وحاجة هذه العائلات؟ أخت غادة، المعايير معروفة في وزارة التنمية الاجتماعية ويتم إعادة تقييمها على ضوء وترتيبها على ضوء البرنامج والأهداف والهدف اللي دائما يكون من هذا البرنامج. فبالتالي ما ينطبق على معيار قد يختلف على معيار آخر، لكن هناك المعايير الأساسية: نسبة الفقر، عدد أفراد الأسرة، أيضا إذا في هناك مسنين أو من ذوي إعاقة، في بعض الأسس الأساسية ويدخل عليها بعض المعايير الأخرى. وعادة إحنا ننظر إلى الأمور بسهولة ونحاول أن نخفف عن مواطننا لاقتناعتنا ومعرفتنا مدى الحاجة الموجودة. ذكرتي أنه رح يكون هناك توسعة لهذه البرامج، وأيضا سيكون هناك برامج جديدة وخاصة ما سيتم التنسيق فيه مع وزارة العمل. هذا برنامج جديد نعمل فيه الآن، وإن شاء الله في الوقت المناسب سيتم إطلاقه والتقدم إلى تقديم الطلبات. نعم، هل من المتوقع أن يتم إطلاق هذا البرنامج لربما خلال بداية العام المقبل أو منتصفه، أم أن الأمور ما زالت غير واضحة تماما؟ إضافة إلى ذلك، ما هي الفئة المتوقعة أو الشريحة من الأسر التي من المتوقع أن يشملها كمستفيدين؟ اليوم إحنا نستطيع أن نقول على جاهزية. بأول 12 إن شاء الله سنفتح المنصة لاستقبال الطلبات، لكن كما هو معروف لا نستطيع أن نصرف أو نبدأ بالصرف قبل إقرار الموازنة حسب الأطر الدستورية، لكن سنكون جاهزين بالوقت المناسب، وفي حال إقراره في أي وقت من العام القادم سيتم البدء بالصرف بأسر رجعي حتى يتم تغطية من بداية العام. إذن هذا فيما يتعلق بالخطط المستقبلية. الآن تحدثت عن برنامج، هذا البرنامج قد يأتي بالتنسيق مع وزارة العمل، هل من أفق آخر يتم التشبيك مع وزارات أخرى فيما يتعلق ببرامج جديدة؟ أختي، دائما هناك تواصل مع الوزارات الأخرى، ودائما هناك تنسيق أن يشمل المنتفعين صندوق المعونة ومنتفعين وزارة التنمية الاجتماعية من الأسر العفيفة ليكون لهم أولويات في أي برامج تشغيل أو أي برامج تعزيز إنتاجية وتمويل لهذه الفئات، والتنسيق دائما مستمر. وإن شاء الله أيضا سنكون هناك يعني ترتيب معين نعمل به على إيجاد منصة واحدة لتقديم هذه الطلبات وتحويل
من هذه الطلبات إلى الجهات المختصة حتى يكون هناك سهولة لمواطننا اللي يتقدم بهذه البرامج اللي تحتاج إلى دعم نقدي وضمن فئات معينة ومشاريع معينة، خصوصا في المناطق الأشد فقرا بالمحافظات، ويتم دعمها على هذا الأساس. نعم، بالتوفيق، ونتمنى الاستفادة الأكبر لهذه العائلات. شكرا جزيلا لك وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.